ولاء من السعودية من جدة، عايشة في دبي صار لي 8 سنين، بشتغل في مجال التصوير. أنا صراحة مرة أهلي وحشيني، بالذات ماما، لأني علاقتي معها أصدقاء من وأنا صغيرة وبحكي لها كل شيء، وبالذات لما كبرت دحين حاسة فيها أكثر. يعني كل ما الواحد بيكبر بيحس بأمه أكثر، وصارت هي تحكي لي كمان مشاكلها، فعلاقتنا تطورت كثير. أنا حبيت التصوير من بابا لأنه إحنا صغار كنت دايماً شايل كاميرات أشكالها غريبة. أنا بالنسبة لي ما كانت كاميرا، هو شايل عدة معينة يعني على طول ماشي بيها. أنا مسافرة بكرة خلاص، واليوم آخر يوم في دبي، فمرة متحمسة وعندي أشياء كثيرة أبغى أسويها، أبغى أسوي إديتنج للصور وأبغى أجيب هدايا، فخليكم معايا أشوفكم في المول وبعدين في المطار. داون تاون دبي من أحلى الأماكن اللي تعجبني في دبي، مليانة رستورانتس وكافيهات، وأنا وأصحابي دايما نيجي نجلس هنا. أنا ما عندي وقت، فلازم أدخل بسرعة أجيب شوية أشياء وحصور كم صورة علشان يشوفوها أهلي. شوفكم بعدين. أنا صراحة مرة مبسوطة أنا بصور الفيلم ده لبنته، لأنه وأنا صغيرة ما كنت بأشب ولا شيء غير بنته. بعد النص ساعة وأطلع الطيارة، مرة تعبانة، الساعة 3:30 الصبح، لكن مبسوطة هروح أشوف أهلي. عندي شوية وقت أخذ قهوة عشان أفوق. نص ساعة ونوصل على جدة أخيراً. الحمد لله عرفت أنام شوية علشان أفوق. أنا وصلت عند البيت خلاص عشان أفاجئ ماما، بس حد الكاميرا لأريج أختي علشان أعرف أتصرف. أريج. يا الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. أحضن ببلاش. يا بايش. زي ما أنتم شايفين أنا أخيرا مع ماما ومبسوطة على شفتها، فشكرا فيمتو.